كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال أمس من الرئيس يون سوك رئيس كوريا الجنوبية. خلال الاتصال تم التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، أيضا التعاون في قضايا تغير المناخ في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. كمان امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت، زي الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه جهود وزاره التموين في توفير الرز بالسوق المحلي واطلاق المرحله الاولى من مشروع كايرو بايك بوسط البلد، وده اول مشروع بالمناسبه من نوعه يطبق في العاصمه لتشجيع فكره ركوب الدراجات كوسيله للمواصلات. كمان امبارح الحكومه نفت اطلاق تطبيقات الكترونيه على الموبايل لمنح قروض ماليه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود الوزارة في توفير الرز بالسوق المحلية، وأكد ضرورة تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور، ووجه كمان باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الرز وإحكام الرقابة على المنافذ. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك بوسط البلد، وده أول مشروع من نوعه بيطبق في العاصمة لتشجيع فكرة ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات وتقليل الزحمة والكثافة المرورية والحفاظ على البيئة، وتم إطلاق المشروع بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية. الاتفاقية دي بتستهدف الأطفال والفئات من غير القادرين من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات البحرية بتحتفل بعيدها 55 اللي بيوافق يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967، وهو ذكرى إغراق المدمرة إيلات، واللي بيعد أحد أعظم انتصارات البحرية المصرية. وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية إن المجد اللي تحقق في اليوم ده كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، ومقدمة للانتصار العظيم اللي اتحقق في 6 أكتوبر عام 1973. طبعا مما لا شك فيه جهود كبيره بتقوم بيها الدوله خلال الفتره اللي فاتت ممثله في وزاره الزراعه ووزاره التموين، وده ليه؟ لتوفير الرز. في مجموعه كده من الاجراءات احنا ماشيين عليها بقالنا فتره، من هذه الاجراءات ان احنا مش كل المحافظات بتزرع رز، في كل سنه بتتغير هذه المحافظات، بتطلع قرار من رئاسه مجلس الوزراء بتحديد عدد المحافظات اللي هتزرع رز السنه دي. ليه بنعمل كده؟ لان الرز من المحاصيل الشرهه اللي بتاخد ميه كتير جدا، فبالتالي احنا حفاظا على المياه بنقلل زراعه الرز، وكده كده احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الرز، فمش محتاجين ان احنا نستورد، فبالتالي مفيش داعي ان كل المحافظات تزرع رز. ده جزء من الموضوع. حاجة تانية، في قرار طلع من رئاسة مجلس الوزراء في 6 سبتمبر اللي فات لما لقينا أسعار الرز بتزيد قوي وبتزيد بشكل مبالغ فيه، ووصل كيلو الرز في أي سوبر ماركت لبعض الشركات يعني وصل 21 جنيه. فطلع القرار بأن كيلو مبدئيا كيلو رز في التموين ب 10 جنيه. طلع القرار بأن أي رز موجود في أي سوبر ماركت السايب ب 12 جنيه والمعبأ أيا كانت الشركة سعره 15 جنيه، ما يزيدش عن كده. فدي مجموعة من القرارات الدولة بتشتغل عليها، ده بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة في توريد الرز من المزارعين إلى الدولة، عشان طبعا المجمعات الاستهلاكية اللي الدولة بتعملها خلال الفترة اللي فاتت، فبنورد قد إيه؟ الفلاح بيورد حوالي 25% من إنتاجه، يعني لو هو زارع فدان يعني بياخد من إنتاج الفدان 24 قراط، بياخد 6 قريط بس يديهم للدولة، وطبعا بياخدهم بفلوس مش ببلاش، على حسب نوع الرز اللي هو زرعه بيبتدي الطن في الرز من 8000 جنيه او 9000 جنيه بيوصل لحد 12800 جنيه، بيتاخد منه 25% فقط. ده ليه؟ عشان نوفر الرز في المجمعات الاستهلاكيه. صحيح يا شاذ، يمكن احنا ما عندناش تسعيره جبريه لاي من السلع، لكن في ظل طبعا ارتفاع الاسعار عامه في العالم كله، وطبعا بالنسبه احنا لينا الرز برضو من اهم، الحقيقه يمكن من اهم السلع بالنسبه لنا، فكان لازم يتم التعامل يعني عشان الموقف اللي العالم كله بيعدي بيه.
طبعا عشان نقدر نحن نتعامل مع ارتفاع الاسعار بشكل عام. على اي حال طبعا موضوع مهم جدا اللي انت اتكلمت فيه شاذلي، وفكره كمان الضوابط المتعلقه بالارز واسعاره، لكن كمان في موضوع مهم اخر وهو كايرو بايك. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، تم اطلاق المرحله الاولى من مشروع كايرو بايك في القاهره. الحقيقه المشروع ده مهم جدا جدا. اولا احنا في الفتره الاخيره يمكن الناس اللي ممكن تكون بتصحى الصبح بدري كده هتلاقي مجموعات كبيره جدا، ان كان فيها شباب ولاد وبنات بيطلعوا كده في جولات صباحيه، بيبقى فيها عدد كبير جدا من الدرجات، بيبقوا ماشيين في مسار مع بعض كده، بقينا بنشوف يمكن المشهد ده كتير يا شاذلي. فيمكن احنا مؤخرا بقى عندنا الثقافه دي والوعي ده زاد بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه فكره انه هذا المشروع مش بس متعلق بان احنا بنخفف الزحمه، لكن كمان الصحه متعلق بشكل كبير جدا بالصحة، ده غير كمان فكرة الحفاظ على البيئة. وزي ما احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم امبارح، يمكن صباح الخير يا مصر كان اتكلم بالتفصيل عن مشروع كايرو بايك. الساعة الواحدة بجنيه، واليوم كله يعني حد أقصى 8 جنيه، وكمان للطلبة إن كان طلبة المدارس أو الجامعات بيكون كمان أرخص، فيه اشتراك كمان شهري ب 600 جنيه وزي ما قلت لحضراتكم للطلبة كمان المدارس والجامعات بيكون أقل. في أبليكيشن كمان من خلالها نقدر نعرف موجودة فين هذه الدرجات، فين أماكن تواجدها، بيبقى طبعا موجودة جنب المترو، محطات المترو، أو جنب حتى محطات الأتوبيس، أو جنب الجراجات طبعا الكبيرة على سبيل المثال جراج التحرير، عشان ممكن حد يركن مثلا عربيته وبعد كده ينزل يتحرك بالدرجات. ولو حد سافر بره جات له فرصه كده وسافر بره مصر، عارف انه بالفعل بره مصر الدرجات يمكن اكتر من العربيات بكتير جدا، الناس بتتعامل بالدرجات الهوائيه اكتر بكتير، او عفوا الدرجات بشكل اكبر بكتير جدا من العربيات. اولا توفير فلوس زي ما قلت لحضراتكم، الحفاظ على الصحه كنوع من انواع الرياضه. يمكن كمان الحقيقه في نقطه مهمه جدا، وهو انه خلال المشروع كمان تم تحديد مسار مخصص للدرجات، لسير الدرجات من متر ونص لمترين، طبعا ده لسلامه مستخدمين هذه الدرجات. اعتقد انه حتى على الاقل خلينا نجرب كده في يوم من الأيام، نبقى نازلين مش مستعجلين، حتى نركن العربية ونجرب نتحرك ونستخدم الدرجات في الشوارع، هنلاقي فعلا أن الموضوع وفر لنا كتير جدا، هنلاقي أن صحتنا بقت أحسن. ده غير بقى كمان في نقطة مهمة جدا أتمنى بس أن احنا نراعيها، فكرة أنه نتقبل شوية أن احنا نلاقي مثلا بنات في الشارع بيستخدموا الدرجات، ما نلاقيش مضايقات ليهم. لو شفنا ان هم تعرضوا لبعض المضايقات نحاول ان احنا نتصدى للمضايقات دي، ونحاول ان احنا نعمم الفكره يا شاذلي، لان هي بالفعل فكره مهمه جدا. بكل تاكيد، وانت كنت بتتكلمي برضو في نقطه مهمه، انه يعني لو حد رايح مشوار وجاي مثلا بالمترو من مشوار بعيد وكان بينزل محطه المترو وشغله مثلا ما بين المحطه وما بين شغله مثلا في 10 دقائق، فكان بينزل يضطر ياخد تاكسي او كده. دي حاجه مهمه ان هو يستبدل للتاكسي بانه يركب العجله. انت كمان بتحافظ على البيئه وبتحافظ على صحتك زي ما جمانة كانت بتقول، واوفر يعني من كل النواحي هي مكسب. هي تجربه مهمه وتجربه جميل ان احنا نبدا فيها من دلوقتي، وجميل كمان ان احنا نبتدي نعرف الشباب بان التجربه دي موجوده الحين تعميم هذه التجربه. ان شاء الله التجربه تنجح باذن الله. اولا انت بتتعامل من خلال ابلكيشن، بتشوف العجل والدرجات دي موجوده فين، فين اماكنها، فين اماكن تجمعاتها، وزي ما جمانة كانت بتقول موجوده في اماكن مناسبه لكل الناس، بما ان دي طبعا البدايه في وسط البلد وكده، فهي موجوده في مكان مفتوح زي ما قلنا جنب الجراج، جنب محطات المترو، اي حد ممكن هو يستخدم هذه الدراجه بجنيه واحد بس في الساعه. صحيح يا شاذلي. على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لجوله المحافظات. معانا النهارده الحقيقه مجموعه من الاخبار والموضوعات المهمه، ابرزها ختام البرنامج التدريب الاول لسكرتيري عموم محافظات الصعيد، وادراج 102 قريه ضمن المرحله الثانيه من حياه كريمه في المنيا، ايضا انطلاق ماراثون الدرجات بكفر الشيخ احتفالا بمرور 50 عام على العلاقات المصريه الاماراتيه، واخبار ثانيه كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. مو
محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة. اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أعلن عن ختام البرنامج التدريبي الأول اللي نظمته الوزارة لسكرتيري عموم محافظات الصعيد لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخاصة بمهارات الإدارة والتغيير. في المنيا تم إدراج 102 قرية في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة واللي بتستهدف 192 قرية بإجمالي 757 تابع بنطاق 5 مراكز بالمحافظة. في البحيرة نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة يوم جني موسع لمحصول القطن صنف جيزة 97 في الحقل الإرشادي بمركز المحمودية، وده بالتعاون مع معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي. في أسيوط تم تدشين مبادرة لمناهضة عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وده من خلال توفير مفارم المخلفات الزراعية مجاناً لتشجيع المزارعين على فرم المخلفات والاستفادة منها وعدم حرقها. في جنوب سيناء شهد المحافظ اللواء خالد فودة وصول أول لانش بحري للإسعافات الأولية وأعمال الأمن والسلامة البحرية لشرم الشيخ. في كفر الشيخ هيتم النهاردة إطلاق ماراثون الدراجات بمشاركة 200 شاب وفتاة، وده ضمن احتفال مصر بمرور 50 عام على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية. في مطروح استقبل المحافظ اللواء خالد شعيب الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بديوان عام المحافظة، وده البحث جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، والهدف هو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. في بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي أكثر من 74 ألف حالة خلال العام الجاري، وده بيأتي في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة بني سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامة. في الأليوبية عقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان اجتماع موسع لمناقشة ودراسة البدء في إنشاء 9 بوابات حضارية على مداخل مدن المحافظة، وده ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة.